أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن مسيرة العمل الوطني متواصلة بعطاءات أعضاء فريق البحرين الواحد وإسهاماتهم الجلية التي تقف خلف كل إنجاز بحريني مشرف يصب في تحقيق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أيده الله، مشيرا سموه إلى الدور البارز للتعاون البناء والعمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تحقيق العديد من المنجزات لصالح الوطن والمواطن والتي تسهم في رفض مختلف المسارات التنموية وتعود بالخير والنماء على الجميع. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونائبي الرئيسين بمجلسي الشورى والنواب وأعضاء اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلسين وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب بحضور عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين وسعادة السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث أشار سموه إلى أهمية تضافر كافة الجهود لمواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج والخطط التنموية في مختلف المجالات وتطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية والبناء على ما تم تحقيقه من منجزات ونجاحات بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين ورفض المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين. قال سموه إن تحقيق الطموحات والنجاحات يقترن بالعزيمة والعمل المستمر والإرادة الصلبة، وهو ما نراه في كافة أعضاء فريق البحرين الذين دائما ما يسهمون في تحقيق المزيد من المنجزات وبناء الحاضر والمستقبل المشرق للوطن وكافة أبنائه، مؤكدا سموه الحرص على مواصلة تبني السياسات وتنفيذ مختلف المبادرات والبرامج بالشراكة مع القطاع الخاص لخلق الفرص النوعية أمام أبناء الوطن وتمكينهم وفتح الآفاق الواعدة أمامهم بما يرفض مختلف المسارات التنموية ويحقق الأهداف المرجوة. من جانبهم أعرب رئيس مجلس الشورى ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يبديه من حرص واهتمام للدفع بمسارات العمل الوطنية المشترك نحو مستويات أكثر تميزا، معاهدين سموه مواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة التي تعود بالتقدم والرفع على مملكة البحرين وأبنائها الكرام.